بعد 5 أيام طالعوني، طلعت لقيت خال ابني برا هو، فسألته انه وينو ابني احمد، يعني وينو احمد؟ فقال لي انه احمد كان وراي وبس ما حسنت امسكه لانه كان كتير عجقة وكتير كانت الدنيا بتخوف، يعني كان كتير صعبة، كتير كتير صعبة. سوينا تحليل دي ان ايه، اثناء التحليل الحمد لله رب العالمين طلع مو ميت وضائع، ما بعرف وين لحديت الان عم بدور عليه، صار لي هلا 6 شهور ورايحين على 7 وما بعرف عنه شيء. طاول طاول.